امام عاشور رايك فيه ايه النهارده؟ اداؤه السيء اثر على الاداء بتاع الزمالك كله لان هو من الترمومترات اللي موجوده في الفرقه فوقانه وتعلقه بيفرق مع الفرقه. نفس الموضوع بالنسبه لزيزو وده اللي انا قلته لك، في ناس بتبقى متعلقه بس هي نقطه يا كابتن. يعني اداؤه النهارده كان وحش بسبب النادي الاهلي، كان كل ما امام يستلم كوره 2-3 يخش عليه، زيزو نفس القصه 2-3 يخش عليه، كانوا مركزين قوي. المدير الفني كان النقطه ديت من النقط الجامده قوي اللي عجبتني، كان كل ما امام يستلم تلاقي لو تاخد هتلاقيه واخد فاولات كتير. معلش كنت حسن هقطعك وانا اسف ان انا بدخل رايي معاكم يعني، بس انا حسيت النهارده امام عاشور ان هو فعلا كل كوره عايز يمسكها كويس وعايز يعدي من 2-3 لعيبه، فالضغط بتاع الاهلي على امام عاشور، هو اللي كان بيودي نفسه للعيبه النادي الاهلي رغم ان هو كان ممكن يلعب سهل وكان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. انا تصورت النهارده ان امام عايز يقول لا انا نجم الفريق، انا فعلا انا النجم. هي دي معاك، انا يعني انا ما اختلفش معاك، لا ما اختلفش معاك في دي، بس برضو الضغط بتاع النادي الاهلي عليه باتنين وتلاته كان مخلي ده طبعا. وزيزو نفس القصه، زيزو انا كل التحام انا شفته النهارده، كل التحام لزيزو عليه دايما هو في على الارض، فاللاعب الكبير ما ينفعش ان انت في اوقات كتير قوي في التحاماتك تبقى كده. يعني دي انا حاجه ضايقتني لان انت لعيب منتخب مصر. امام نفس الموضوع، ما ينفعش انت لعيب منتخب مصر لازم التحاماتك تبقى اقوى من كده. الاثنين دول اتفرقوا مع نادي الزمالك جدا النهارده في التحاماتهم. صح كابتن. امام عايز لسه اكمل معاك في امام، هل امام فعلا النهارده كان الموضوع نفسي اكتر منه فني في الملعب؟ يعني كان بيفكر تفكير مش سليم؟ طب احنا مش هناخد امام لا هات لي مين كان كويس. الفرقه كلها تقصد. هو ده اللي بيتكلم ليه بقى؟ في حاجه اسمها الحاله. فالحاله لما بتبقى عاليه فبتلاقي فوقان فرقه. النهارده لا، النهارده الاهلي عمل ايه؟ الاهلي الميزه ان انت فرقه بتتعلم من اخطائها. انك ما تسيبش مساحات. فهو مش سايب مساحات. النهارده الخطوط بتاعته قريبه. فامام لما بيجي يستلم بتلاقي عليه 3 4. هو امام اول ما بيستلم انت ما عندكش مساحات انك تلف. صحيح. لو رغوغت واحد بتلاقي الثاني. عديت من الثاني بتلاقي الثالث. هي دي الخطوط اللي بنتكلم عليها اكتر من خط دفاعي. بدايه من اللي تحت الفيرود مع نص الملعب مع الباكات وايه والمساكين اللي بترحل. ما انت امام بيلعب طرف. فهو عارفين ان هو احسن اثنين مين؟ زيزو امام. طب انت عندك حاجه النهارده حصلت غريبه جدا. زيزو امام في حته واحده. ايوه على الشمال. صح ولا غلط؟ صح. فحصل ايه؟ بيروح حصل الميلان بتاع السوليه وحمدي مع الميلان بتوع المساكين مع الطرف الباك مع الهاف. النهارده بتدافع بحوالي 5-6 على الاثنين دول. على الاثنين بالظبط. لان اصلا ما بيزيدش عمر جابر. ما فيش حد كمان بيزيد. ما هو ده اللي بنتكلم فيه. فاصبح الميلان بتاع النادي الاهلي حوالي 4 أو 5 في مساحه صغيره على اثنين، اللي انت عارف ان الاثنين دول احرف اثنين. صح. وخليت الجبهه للناحيه اليمين خالص انت مش مهتم بيها تماما لان هي مش شغاله. يعني النادي الاهلي لو لاحظت النهارده الاهلي جبهه بتاعت الزمالك اليمين هي مش شغاله اصلا. فرامي كثافته كله وتقله كله ناحيه مين؟ زيزو اللي بينزل عشان يستلم وامام عاشور، فخلاص انت قفلت على الاثنين اللي هم المهمين. صحيح. لما بتقفل على الاثنين المهمين الباقي مع احترامي ليهم مؤديين. صحيح. فانت قفلت على المميزين اصبح المؤدي او اللي كويس مش شغال. صحيح. وبطريقه لعبه اصلا ايه هي مقيداهم خلاهم مش قادرين يتحركوا لان زيزو عايز مساحه. امام عايز مساحه. فانت خليت الاثنين في مساحه ضيقه قوي والاثنين في حته واحده. وامام زي ما قلنا خلاص هو حاسس ان هو عايز رقص واحد واثنين. لا مش هيمشي، مش كل مره اللعيبه هتديك المساحه. صحيح. بالذات زي ما قلنا في الفرق الكبيره. خلاص. وبعدين حاله فوقان النادي الاهلي تكتيكيا خلاص خليت نادي الزمالك اللعيبه الكويسه اللي عنده لا ما بقاش ليها دور مش في الحاله لا.